نشرة مفصلة من الشرق، مشاهدينا أحييكم. كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن رؤية 2030 كانت ضرورية للمملكة العربية السعودية لعدم الاستمرار في الاعتماد على النفط، وكذلك الاستفادة من فرص كثيرة في القطاعات غير النفطية كالسياحة والتعدين. إذا استمرينا بنفس الحال ما في شك مع نمو عدد السكان بيأثر هذا الشيء بعد 20 سنة أو 10 سنوات على مستوى وجودة الحياة اللي تعودنا عليها لمدة 50 عام. فهذا يعني خطر رقم واحد بلا شك. احنا كلنا كسعوديين نبغى نحافظ على نفس مستوى الحياة، بل بالعكس نطمح لي أفضل وأفضل مع الزمن ونستمر في النمو. فهذا جانب. هناك فرص كثير جدا في المملكة العربية السعودية في قطاعات مختلفة غير القطاع النفطي، في التعدين، في السياحة، في الخدمات، في اللوجستيات، في الاستثمار إلى آخره. فرص ضخمة جدا. حتى لو كان عندنا مشكلة في الجانب النفطي لا يزال يكون هناك في حماس ورغبة ودافع قوي جدا لتحقيق هذه الممكنات اللي نطمح أن نستفيد منها كسعوديين ولوطننا الغالي. فأعتقد أن هذه دافعين رئيسية لعمل رؤية 2030 لكي نزيل التحديات التي تواجهنا ولكي نستغل الفرص الغير مستغلة اللي قد تكون بحجم 90% من وضع اليوم. وشدد الأمير محمد بن سلمان على أن الإنجازات والتي تحققت كثيرة جدا خلال السنوات الخمسة، أهمها مشكلة الإسكان والنمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية كما تقلصت البطالة. الإنجازات كثير جدا، لكن لو بتكلم ب يعني أهم التحديات اللي كانت موجودة قبل، أنه مثلا نتكلم عن موضوع الإسكان، كان لدينا مشكلة إسكان عمرها 20 سنة لم نستطع لحلها، والمواطن ينتظر حتى يحصل على القرض أو الدعم السكني 15 عام تقريبا. فهذه 250 مليار مثلا رجعت للخزينة، صرفت ميزانية سنوية، لكن نتاج ذلك ارتفع نسبة الإسكان من 47% إلى 60% فقط في 4 سنوات، وهذا يعطيك مؤشر لأين احنا متجهين. نمو الاقتصاد في القطاع الغير نفطي كان بمعدلات يعني غير طموحة بالنسبة للمملكة العربية السعودية. نرى في الربع الرابع في 2019 أن نمو الاقتصاد الغير نفطي بحجم 4.5%، ولم لو لم تكون الجائحة في 2020 لكان استمر حتى وصولا إلى أكثر من 5% في القطاع الغير نفطي. سوف نعود إن شاء الله في العام هذا والعام المقبل إلى نفس المستويات ونزيد في المستقبل. البطالة أيضا في بداية الرؤية كانت البطالة تقريبا 14%، في الربع الأول من 2020 وصلنا إلى 11% وكسور بسبب الجائحة. طبعا ارتفعت البطالة، كنا أفضل سادس دولة في الجي 20 أداء من ناحية البطالة. عام صعب جدا، تم في جزء بسيط في ذلك الوقت من إعادة هيكلة الحكومة بإنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية، مجلس الشؤون الاقتصادية السياسية والأمنية، بإعادة هيكلة بعض القطاعات، إعادة هيكلة بعض الوزارات، تعيين وزراء جدد، الويف الثاني على تعيين نواب الوزراء، الوكلاء. يعني مثلا أتذكر من أهم الأشياء اللي عملنا عليها في آخر 2015 أنه صنفنا في كل وزارة أهم 20 قيادي، وبدأنا نصنف مين اللي في النطاق الأخضر والأصفر والأحمر من هذه القيادات. 90% نطاق أحمر وأصفر، 10% فقط نطاق أخضر، فما عندك فريق يستطيع يعمل. فكيف نبدأ نعمل نغير كل هذه الكوادر إلى نحول 70% نطاق أخضر عشان نقدر نحقق اللي نحتاجه. ترجع لمركز الدولة، لا يعني إنشاء مجلس سياسية وأمنية أو إنشاء مجلس اقتصادية وتنموية أنه خلاص أنت عدت الهيكلة، أنت تحتاج عمل مؤسسي داخل الدولة. فبدأنا بإنشاء مكتب الاستراتيجيات في مجلس الاقتصادية والتنموية بلجنة الاستراتيجيات برئاستي تحت مجلس الاقتصادية لترجمة الرؤية ووضعها على استراتيجيات لكل قطاع، الإسكان، الطاقة، الصناعة، جودة الحياة وغيرها من الاستراتيجيات والبرامج اللي أنشأت في الرؤية. ولي العهد السعودي كشف أيضا أن المملكة ستكسر أرقام بعض المجالات والتي تم تحديدها في رؤية 2030 خلال الفترة المقبلة. أعتقد أنه قربنا نكسر أرقام الرؤية في أوقات قبل الرؤية بكثير. الإسكان هدف الرؤية 62%، وصلنا 60% في 2020، 62% سوف نصل لها إلى قبل أو في 2025، معناته هدف الرؤية تعدل من 62% إلى 70% لعدد المواطنين اللي يكون مساكن. صندوق استثمارات العامة مثلا كان الهدف أنه يكون حجمه في 2030 7 تريليون ريال، الآن في 2025 سوف يكون حجمه 4 تريليون ريال، سوف نعدل هذا المستهدف إلى 10 تريليون ريال في
30. فكل الأرقام اللي كان يعتقد أنه والله أرقام كبيرة وغير قابلة للتحقيق كسرناها، كسرنا أجزاء منها في 2020، وسوف نكسر كثير من هذه الأرقام في 2025، مما يعني أنه سوف نحقق أرقام أكبر في 2030. حجة أنه والله ما بيسرع معناته أنا متقاعص ولا أريد أن أعمل. إذا أمامنا أي فرصة سوف نعمل عليها، سواء كانت 10 فرص أو 100 فرصة أو 1000 فرصة أو 10,000 فرصة، ونطور قدراتنا البشرية ونطور قدرات الحكومة لتحقيق هذه الفرص بأسرع وقت ممكن، ومتى ما حققناها كلها سوف تفتح آفاق جديدة. وعن الصناعات التحويلية، أكد الأمير محمد بن سلمان أن المملكة تطمح أن تنتج 3 مليون برميل نفط إلى صناعات تحويلية مختلفة، وهذا ما يحقق نموا جديدا. الآخر في القطاع النفطي، تعرف إذا لما تروح للداون ستريمينج ربحيتك تزيد. اليوم المملكة العربية السعودية تنتج لمواد ومشتقات نفطية وغيرها تقريبا 800,000 برميل سنويا. نطمح اليوم مع شركة أرامكو أن المملكة العربية السعودية في 2030 تحول 3 مليون برميل إلى صناعات تحويلية مختلفة. فهذا بعد آخر سوف يحقق نمو كبير جدا. 3 مليون برميل أثرها أقل شيء سوف يكون ضعف البرميل الخام اللي ينتج من النفط. وفي برنامج انفاق رأسمالي لأرامكو ضخم جدا أعلن عنه في برنامج شريك، تقريبا قد يشكل 40-50% من برنامج شريك. وعن صندوق الاستثمارات العامة، أكد ولي العهد أن التركيز الأساسي هو تنمية الصندوق، وخلال السنوات المقبلة سيزيد بنسبة 200% وسيصل إلى 10 تريليون في عام 2030. تركيزنا الرئيسي هو نمو صندوق حجم صندوق الاستثمارات العامة، وهذا ما تم في 4 سنوات تقريبا، نما ب 300%، وفي 5 سنوات القادمة سوف ينمو تقريبا ب 200 أو أكثر من 200%، وإن شاء الله في 2030 سوف نصل إلى 10 تريليون. بعدها سوف تبنى سياسة حسب الوضع في ذلك الوقت أنه كم نصرف إيرادات من صندوق الاستثمارات العامة لن تتجاوز 2.5% من حجم الصندوق حتى نحافظ على استمرارية نمو الصندوق واستمرارية تدفق الإيرادات. هذا وأكد الأمير محمد بن سلمان أن صندوق الاستثمارات العامة في 2020 أنفق 90 مليار ريال في السعودية، وفي هذا العام سينفق 1600 مليار، أي أكثر من إنفاق ميزانية الدولة، وهو ما يحرك الاقتصاد السعودي أكثر من ميزانية الدولة على أن يصرف 400 مليار ريال في 2030. كان صندوق الاستثمارات العامة يصرف فقط 3 مليار ريال كاستثمارات جديدة داخل المملكة العربية السعودية. في 2020 صندوق الاستثمارات العامة اللي أنفق داخل المملكة العربية السعودية 90 مليار ريال. 90 مليار. في جرين فيلد استثمارات جديدة وليس في سوق أسهم أو غيره. في السنة هذه 2021 صندوق الاستثمارات العامة سوف ينفق 160 مليار. وش يعني 160 مليار؟ لو تشوف ميزانية الدولة تقريبا الإنفاق الرأسمالي ميزانية الدولة 150 مليار. يعني يصرف أكثر من الدولة. اليوم صندوق الاستثمارات العامة ينفق في استثمارات جديدة داخل البلد أكثر من الإنفاق الرأسمالي لميزانية الدولة. معناته اليوم صندوق الاستثمارات العامة تحريك الاقتصاد السعودي أكثر من ميزانية الدولة. هذه تستمر بشكل تصاعدي حتى تصل إلى 2030 إلى تقريبا أكثر من 400 مليار ريال في 2030 فقط يصرف صندوق الاستثمارات العامة في استثمارات جديدة، يعني تقريبا 3 أضعاف أو أقل بشيء بسيط مما كانت الدولة تصرفه في إنفاق رأسمالي داخل المملكة العربية السعودية. ولي العهد السعودي يكشف أن عام 2019 شهد أغلب المنجزات والتي تحققت حتى الآن مقارنة مع الأعوام السابقة. فلو تلاحظ 2016-2018 كانت المنجزات يعني ضعيفة جدا مقارنة ب 2019 اللي حققت فيه أغلب المنجزات الاقتصادية والخدمية يعني انطلاقة كانت 2019. ولا نقلق من 2020، يعني احنا بنكون عندنا في شيب ريكفري ونقدر نشوفه في السنة هذه بإذن الله، إن شاء الله في السنة هذه. فهذه استغرقت جهد كبير جدا لإنشائها. فمثل ما ذكرت لك قطعنا 70% شوط من وضع مركز دولة بكفاءة عالية، باقي 30% أعتقد سوف ننتهي منها في السنة ونصف القادمة. ولي العهد السعودي كشف عن مشاكل كانت تواجه المملكة ما قبل عام 2015 على صعيد صنع القرار لتحقيق الأهداف المستقبلية. فكان عام 2015 عام صعب للغاية، يعني عندك 80% من الوزراء غير كفاء، ما عينهم حتى في أصغر شركة في صندوق الاستثمارات العامة، والخط الثاني شبه معدوم من نواب أو وكلاء وزراء، والقيادات في الوزارات بنسبة عالية جدا مفقودة. أغلب من يعمل فقط لعمل روتيني لتخليص المعاملات والإجراءات، لكن ما في عمل استراتيجي أو تخطيطي لتحقيق مستهدفات أو أهداف
للمستقبل، فما عندك فريق، ما عندك حوكمة جيدة، ما عندك ديوان ملكي وما عمل وزراء تستطيع أن تدعم صنع القرار. فقبل تحقق أي شيء تحتاج تبني الفريق وتحتاج تبني المكينة اللي بتساعدك على إنجاز هذه الفرص وهذه التطلعات اللي نطمح لها كلنا كسعوديين. هذا وأكد ولي العهد السعودي أنه يختار فريقه على أساس الكفاءة والشغف، لأن الشغف أكبر دافع للمسؤول للتحرك. طبعا ما في شكل الكفاءة والقدرة وإلى آخره هذه أساسيات، بس أهم شيء يكون الشغف عند المسؤول، أنه المسؤول لما يتعين في منصب معين تكون القضية هذه قضيته الشخصية الباشن حقه. فمثلا لو أضرب مثال مثلا في الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، صح انه تهم الرياضه، صح انه كفو لهالمنصب، لكن قضيه الرياضه قضيته الشخصيه، شيء بيرسونال بالنسبه، شغوف بالنسبه له. فالباشن هو اكبر دافع المسؤول انه يتحرك باكبر قدر ممكن. اذا كان هناك مسؤول بدون باشن للعمل هو يقوم فيه، من الصعب جدا انه ينجز اهداف وتطلعات كبيره جدا. تستطيع ترى مثلا نفس الشيء على كثير من الوزراء، لو تطرح لي اي اسم اقدر اعطيك من وين الباشن حقه جاي وليش هو يبغى يحقق هذا العمل في كل قطاع يعمل فيه. قال ولي العهد السعودي ان القران سيبقى دستور المملكه، واضاف ان الاعتدال وهي كلمه واسعه وانه ليس في موقع شرحها. يعني كل فقهاء المسلمين والعلماء من اكثر من 1000 سنة هم يجتهدون بما هو مفهوم الاعتدال، فما أعتقد أنه أنا في موقع أقدر أشرح وش مفهوم الاعتدال بقدر ما أنه ألتزم بدستور المملكة العربية السعودية اللي هو القرآن والسنة ونظامها الأساسي للحكم وتطبيقه على أكمل وجه بمفهوم واسع يشمل الجميع. دستورنا هو القرآن، كان والآن وسوف يستمر للأبد، ونظام أساسي للحكم ينص على ذلك بشكل واضح للغاية. احنا كحكومة او مجلس الشورى كمشرع او الملك كمرجع للسلطات الثلاثة ملزم بتطبيق القرآن بشكل او اخر، لكن في الشأن الاجتماعي والشأن الشخصي احنا فقط ملزمين بتطبيق النصوص اللي منصوص عليها بالقرآن بشكل واضح. يعني لا يجب ان اطرح عقوبة شرعية بدون نص قرآني واضح أو نص صريح من السنة. الآن ينضم إلينا من الرياض عبر الهاتف الدكتور محمد عبد الله آل زلفال الأكاديمي السعودي وعضو مجلس الشورى سابقا. أهلا بك معنا في هذه النشرة وعلى شاشة الشرق لليوم. العديد من الأمور ذكرها ولي العهد في لقائه، تحدثنا عن الشق الاقتصادي، أيضا هنالك شق سياسي كان واضحا، لعل أبرز ما جاء فيه هو التحدث عن أن سياسة المملكة الخارجية تقوم على حفظ الأمن وعلى المصالح. هذه نقطة جدا مهمة وسط كل التجاذبات السياسية والقوى التي تعمل الآن في المنطقة وعلى المستوى العالمي، إلى أي مدى سياسة المملكة الخارجية والتي تقوم على حفظ الأمن وعلى المصالح أيضا الآن تحكمها عدة عوامل تحدث عنها أيضا ولي العهد. بدون شك هذه سياسة المملكة العربية السعودية في علاقاتها بالدول قائمة على المصالح وقائمة على عدم التدخل في شؤون الدول ورفض أي تدخل في شؤونها الداخلية، ولذلك السمو الأمير ركز على هذا الأمر ليوضح للعالم كله أن علاقاتنا مع جميع دول العالم مبنية على هذه الأسس، وتحدث عن علاقاته بكثير من الدول وخاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية لأن علاقات استراتيجية ونسبة الخلاف في وجهات النظر لا تتجاوز 10%، ويمكن أيضا هذه 10% أن يتم الحديث والنقاش حولها. أيضا حريص على أنه سياسة المملكة العربية السعودية قائمة على تحقيق الأمن في الداخل وتحقيق الأمن في الإقليم الذي تعيش فيه المملكة العربية السعودية. هذه سياسة ثابتة لا تتغير.
أيضا كان هنالك لافتا الحديث عن أن المملكة تقود مع بعض الدول جهودا لردع إيران عن أي تصرفات تهدد استقرار المنطقة. إلى أي مدى المملكة اليوم هي فيما يتعلق بردع إيران؟ وطبعا تحدث ولي العهد عن الحوثيين وأنها لا دولة تقبل بأن يكون هنالك ميليشيا على حدودها. إلى أي مدى موضوع ردع إيران وتهديدات إيران بشكل عام دوليا هو من حق الولايات، من حق المملكة، وبالتنسيق أيضا مع الولايات المتحدة كما ذكرت؟ منذ قيام ما يسمى بثورة إيران وهي تستهدف المملكة العربية السعودية على مدى 42 سنة من قيام هذه الثورة، ولكنها لم تحقق أي شيء إلا الخيبات، خاصة فيما يتعلق بتدخلاتها في الشؤون الداخلية للمملكة. ومع ذلك المملكة حريصة على أن تبقى لها علاقة جيدة مع إيران، قدرنا جميعا أن نعيش في منطقة واحدة، ولكن سياسات النظام الإيراني بما تقوم به من دعم الميليشيات في أكثر من موقع في العالم العربي، ومعظم هذه الميليشيات أسستها إيران لاستهداف المملكة، مثل الحوثيين في جنوبها، ومثل الميليشيات المنفلتة في العراق أيضا في شمالها للإضرار بالمملكة. ولكن لدى المملكة القدرة على حماية أمنها واستقرارها، وترفض كلية أن يكون على حدودها نظام تحكمه ميليشيات مدعومة من دولة أجنبية وهي إيران. فالأمير كان واضحا تماما، نحن نريد علاقات طيبة مع إيران، ولكن نرفض تدخلاتها بالمنطقة أو إثارة القلاقل والفتن والمشاكل التي تعودت عليها. دكتور محمد، أيضا في كلمة لافتة ذكرها ولي العهد، قال إن القرآن سيبقى دستور المملكة، وأضاف الاعتدال كلمة واسعة وأنه ليس في موقع شرحها. أقف عند كلمة الاعتدال، إلى أي مدى الاعتدال بشكل عام بالنسبة للمملكة هو العنوان بالنسبة لأي رؤية، حتى لو كانت 2030 أو حتى بالنسبة للسياسة وفي كل المجالات؟ المملكة حريصة جدا على الاعتدال في كل أمورها بما فيها الأمور الدينية، وترفض التطرف الذي يقود إلى الإرهاب. المملكة كانت مستهدفة ولا زالت مستهدفة من قبل معظم المنظمات الإرهابية، من القاعدة إلى داعش إلى غيرها من المنظمات التي تدعمها بعض الدول للإخلال بالأمن في المملكة، بحجة أن المملكة هي موطن المقدسات الإسلامية. فإذا نجح الإرهاب في تمكين نفسه في المملكة، فحتما سيقود إلى إرهاب يشمل العالم الإسلامي كله، بل العالم كل بأكمله. ولذا الأمير ركز على أنه ضد الإرهاب وضد التطرف وضد التشدد، وركز على أن القرآن والسنة هي التي نحتكم إليها، ولكن ليس بتفاسير من يريد أن يفسر ما جاء في القرآن على طريقته أو على هواه، وإنما أو كذلك السنة المؤكدة. وأورد بحجج واضحة في حديثه المسهب حول هذا الأمر ما يدحض كل الإدعاءات التي يدعيها المتشددون في قضية تفسيراتهم لآيات قرآنية أو تفسيراتهم لأحاديث نبوية ليمرروا من خلالها مصالحهم أو أهدافهم التي تقود إلى التطرف والتشدد. أنتقل إلى نقطة أخرى والتي تحدث عنها ولي العهد، الإنجازات والتي تحققت هي كثيرة جدا خلال السنوات الخمسة، أهمها مشكلة الإسكان والنمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، كما تقلصت البطالة. إذا ما توقفنا عند كلمة البطالة، إلى أي مدى الخمس سنوات فعلا قلصت مستوى البطالة فيما يتعلق بالمشاريع؟ إلى أي مدى أيضا ستكون هنالك انفراجة فيما يتعلق بالوظائف والمشاريع الاستثمارية أو حتى في داخل السعودية تتعلق بفرص الوظائف وتوفير فرص العمل وتقليص البطالة أكثر؟
بكل تأكيد الرؤية التي تبناها سمو ولي العهد واضحة تماما، وتحدث عن موضوع الإسكان. فعلا كنا زمان قبل سنوات نناقش هذا الأمر في مجلس الشورى ونقول لماذا هذا النسبة المتدنية من حق المواطن في الحصول على سكن. ذكر أنه هناك كان حوالي 150 مليار ريال خصصت الإسكان، لن يصرف منها إلا حوالي 10 مليارات. ولذا الأمير فعل هذا الأمر فقلص نسبة عدد المواطنين الذين يملكون إسكان من خلال الرؤية الواضحة لكيف نتصرف مع الأمور. أيضا تحدث عن البطالة. البطالة كانت لدينا مجالات واسعة مغلقة في وجه المواطن والمواطنة السعودية، مثل السياحة، مثل التعدين، مثل الفنون، مثل كثير من القضايا التي كانت مغلقة الآن أصبحت مشرعة ومفتوحة للشباب والشابات لكي يكونوا شركاء وتتوفر لهم فرص عمل في جميع المجالات. المرأة على سبيل المثال كنت سأذكرها دكتور محمد وأقف عندها. بالنسبة للمرأة، إلى أي مدى أصبح للمرأة السعودية مكان في جميع المناصب في المملكة؟ وهذا أيضا ضمن رؤية 2030. هذا الموضوع كان مشكلة المشاكل في المملكة، قضية المرأة، لأن المتشددين أو المحافظين كانوا لا يريدوا للمرأة أن تخرج حتى من بيتها، فكيف أن تحصل على فرصة عمل؟ نعم. ومع أن لدينا في الجامعات نسبة النساء الذين يتعلمون في الجامعات ربما تفوق نسبة الذكور، ولكن يتخرجن من الجامعات ثم يجد أنفسهم عاطلات إلا في مجالات محدودة وهي مجالات التعليم. ولكن الرؤية فتحت الآفاق للمرأة، أصبحت المرأة الآن تحت يعني ارتفع نسبة فرص العمل أمامها إلى أكثر من 30 أو 34%. الأمر الثاني، المرأة بعلمها بفهمها بثقافتها، وكما قال سمو الأمير الكفاءة هي التي تفرض الوظيفة للإنسان. المرأة كفؤ أن تتولى مناصب قيادية، أصبح لدينا سفيرات، أصبح لدينا وزيرات. ما مساحة شغل مناصب للمرأة في المملكة اليوم دكتور محمد؟ سيدتي في مجالات واسعة في كل المجال، لم يعد هناك مجالا محصورا أو, 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 أو ممنوعا على المرأة في جميع المجالات، في الاقتصاد، في المناصب الحكومية العليا، في القضاء، في القانون. فتحت الأقسام لدراسة القانون في الجامعات السعودية بينما كان محرم على حتى على الشباب. الآن فتح هذا المجال، المرأة تنافس الرجل في المجالات القانونية. أصبح الآن للمرأة موقع حتى في وزارة العدل التي كانت تحرم يوم من الأيام دخول المرأة على المحاكم. إذن الرؤية ورؤية سمو ولي العهد أعطت هذا المواطن وهذه المواطنة الأمل الكبير جدا جدا الذي يحفظ التوازن في مجتمع يجب أن يكون متوازنا، يجب أن يكون معتدلا، يجب أن يكون يحظى بكل فئاته، يحظى بحقوقه كاملة دون نقصان. هذه الرؤية التي يحملها سمو الأمير وتحدث عنها في أكثر من مناسبة وتحدث عنها في حديثي في هذا المساء بوضوح، ولذلك الكل في المملكة العربية السعودية تتطلعون إلى المزيد، مع أننا حققنا في خلال 4 سنوات ما يفوق تصوراتنا وتطلعاتنا، حتى أحسن الناس فكرا وثقافة ما كنا نتوقع أن نصل إلى ما وصلنا إليه خلال 4 سنوات. فما بالك والمسافة بيننا وبين 2030 المسافة قد تكون ضعف المسافة التي حققناها. ماذا سيكون بعد؟ حتما سيتغير المجتمع السعودي اقتصاديا، سياسيا، اجتماعيا، ثقافيا، فكريا، منفتح على العالم كله. موضوع خلق 6 ملايين وظيفة في الرياض
فيما يشكل أو تشكل نصف الثروة غير النفطية في السعودية. نعلم مدى اهتمام المملكة بالطاقة المستدامة والتركيز على استغلال كل الموارد التي هي ليست لها علاقة بالنفط مستقبلا في تطور سيحدث في المملكة. نعلم أن المملكة أيضا تقود هذا المجال بشكل كبير والطاقة النظيفة. إلى أي مدى هذا أيضا تحدي كبير بالنسبة لتوفير هذه الفرص غير النفطية، والمملكة هي يعني دولة نفطية بالدرجة الأولى؟ صحيح، المملكة دولة نفطية بالدرجة الأولى، ولكن لا نعتمد ولا يجب أن نستمر في الاعتماد على البترول. ربما اعتمدنا عليه في فترة معينة مثل ما قال سمو الأمير، حينما كان عدد السكان بسيط وحينما كانت ميزانية الدولة مرتفعة، ولكن لا، الآن المجتمع ينمو، لدينا 20 مليون مواطن الآن وربما أكثر في المستقبل القريب. لابد أن يكون لدينا تنوع في مصادر الدخل. إذا اعتمدنا على البترول، معناته البترول في 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 من كم شهر تقريبا انخفضت أسعارها إلى أسعار متدنية. فمن يخاطر، من يربط نفسه في على يعني يربط اقتصاده بالبترول فقط، هو مخطئ. ولذلك الأمير يقول لا بد من نوع مصادر الدخل، سواء في مجالات السياحة، في مجالات الاقتصاد الذي يعتمد على قدرات الإنسان. على سبيل المثال ضرب الرياض، يقول المدن الكبرى دائما هي مصدر كبير لدخل الدول، ولكن بطريقة منظمة. نعم، الرياض هي عاصمة كبيرة جدا، الرياض فيها تقريبا ربع سكان المملكة العربية السعودية. لابد أن تتوفر في هذه المدينة فرص العمل، وتوفر البيئة للعمل، وتوفر المناخ للعمل من خلال اهتمامها أيضا بالبيئة. كل هذه المعطيات تعطي أمل في أن مستقبل المملكة مستقبل جاهز، حتى ولو انخفضت أسعار البترول أو ربما استغني عن البترول في يوم من الأيام. لدينا موارد أخرى ضخمة لابد أن تستغل. أشكرك جزيل الشكر. كنت معنا الدكتور محمد عبد الله آل زلفى، الأكاديمي السعودي وعضو مجلس الشورى سابقا، شكرا جزيلا لك. عام 2016 أعلنت الرياض عن رؤية السعودية 2030، والتي اعتبرت خطة لمرحلة ما بعد النفط في المملكة. تضمنت أيضا عدة نقاط، هذه أبرزها نتابع. وفق رؤية 2030، ستعمل السعودية على تحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى صندوق سيادي بأصول تقدر قيمتها بحوالي 2.5 تريليون دولار، ليصبح بذلك أضخم الصناديق السيادية في العالم. 2030 سوف نصل إلى تريليون. تريد السعودية وفق الخطة زيادة الإيرادات غير النفطية 6 أضعاف، لتصل إلى 267 مليار دولار سنوياً. ستطرح الرياض أقل من 5% من شركة أرامكو للاكتتاب العام في البورصة، وستخصص عائدات الطرح لتمويل الصندوق السيادي السعودي. بحسب رؤية 2030، ستطبق الرياض نظام البطاقة الخضراء لتحسين مناخ الاستثمار، وستفتح المملكة السياحة أمام جميع الجنسيات. تخطط السعودية لزيادة عدد المعتمرين سنوياً من 8 ملايين إلى 30 مليوناً بحلول عام 2030، كما تهدف خطة 2030 إلى زيادة مشاركة النساء في سوق العمل إلى 30% وخفض نسبة البطالة بين السعوديين. ستكون السعودية بصدد إنشاء شركة قابضة للصناعات العسكرية مملوكة للحكومة بالكامل، كما ستعمل الحكومة على إعادة هيكلة قطاع الإسكان للمساهمة في رفع نسب تملك السعوديين. يضاف لهذا كله إنشاء لجنة مكافحة الفساد برئاسة ولي العهد السعودي للنهوض بمعظم القطاعات لا سيما العام منها. تطور كبير شهدته المملكة العربية السعودية خلال السنوات الماضية بفعل البدء بتطبيق رؤية 2030، والتي ساهمت في إنعاش العديد من المجالات والقطاعات الأساسية في المملكة. إنجازات عدة حققتها رؤية المملكة العربية السعودية 2030 شملت العديد من القطاعات الأساسية في المجتمع. فالرؤية ساهمت في تضاعف أصول صندوق الاستثمارات العامة لتصل إلى نحو 1.5 تريليون ريال، وإطلاق مشروعات كبرى كنيوم،
كما ارتفع قيمة الاستثمارات الخارجية في السوق بما يقارب 200%، وكذلك تسارع في نمو نسبة الناتج المحلي غير النفطي من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 59% في عام 2020. أما على الصعيد التكنولوجي فقد نجحت السعودية في تحقيق المركز الأول عالميا في سرعة الإنترنت على الجيل الخامس والمرتبة السادسة ضمن المجموعة 20 في المؤشر العالمي للأمن السيبراني. وفي الشق الاجتماعي استطاعت المملكة رفع جودة الحياة عبر تسهيل الحصول على الخدمات الصحية الطارئة خلال 4 ساعات وخفض معدل وفيات حوادث الطرق سنويا وارتفاع نسبة الممارسين للرياضة. إلى الواقع التراثي فقد شهدت المملكة إدراج العديد من المواقع الجديدة على قائمة التراث اليونسكو وارتفاع عدد المواقع التراثية القابلة للزيارة في المملكة إلى 354 موقعا، وأصبح عدد عناصر التراث الثقافي غير المادي المسجل لدى اليونسكو 8. وعلى صعيد الحج فقد تم زيادة القدرة الاستيعابية في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وأصبحت مدة الحصول على تأشيرة العمرة 5 دقائق فقط فيما كانت تستغرق سابقا 14 يوما، إضافة إلى إطلاق التأشيرة السياحية الإلكترونية مما جعل قطاع السياحة ينمو بنسبة 14%. وعلى صعيد الترفيه نظمت المملكة عددا من المناسبات والفعاليات الرياضية العالمية الشهيرة بحضور ما يزيد على 46 مليون زائر، مما أدى لتضاعف عدد الشركات العاملة في قطاع الترفيه لتبلغ أكثر من 1000 شركة، مما أسهم في خلق ما يزيد عن 100,000 وظيفة حتى نهاية عام 2020. ولمناقشة الموضوع واستكمال هذه التغطية ينضم إلينا من جدة عبر تطبيق زوم الدكتور علي الحازمي الكاتب والباحث الاقتصادي. أهلا بك دكتور معنا في هذه النشرة، هذه التغطية خصيصا وعلى شاشة الشرق لليوم. دكتور، العديد من النقاط ذكرها ولي العهد، دعني أبدأ من موضوع صندوق الاستثمار السعودي والذي حقق الكثير وأنه جذب الكثير بسبب سمعته. إلى أي مدى حقق صندوق الاستثمار تطلعات المملكة؟ نعم، أهلا سيدتي وبالسادة المشاهدين. نعم، هذا الصندوق كان في السابق أو كان قبل العام 2015 كان لا تتجاوز أصوله 165 مليار. اليوم نتحدث عن 400 مليار دولار تقريبا 1.5 تريليون ريال. وكان أيضا يعني 165 مليار في السابق هو رقم ليس بسيط، ولكن كان لا يحقق أرباح، يعني أرباح التي يحققها لا تتجاوز 3%، في دليل واضح بأن القائمين عليه في ذلك التوقيت لم يكونوا بنفس الكفاءة أو بنفس القوة التي من الممكن استخدام تلك الأصول لتحقيق عائدات ودرع عائدات أكثر. اليوم هذا الصندوق حقيقة أصبح يخلق شراكات عالمية سواء مع شركات مثل سوفت بانك وغيرها، وأصبح هذا الصندوق يجوب العالم شرقا وغربا لإيجاد فرص استثمارية. وهذا ما لاحظناه خلال جائحة كورونا عندما ذهب في للأسواق الأمريكية واقتنص كثير من الأسهم في الأسواق الأمريكية عندما كانت أندر فاليو أو تحت القيمة الحقيقية، حقق على إثرها عوائد جيدة. تحدث ولي العهد بأن هذا الصندوق يحقق اليوم ما بين 6-7%، وهي أرقام جيدة. نستطيع أن نقول بأن هذه النسب تتوافق مع الستاندر العالمي ومع كثير من الصناديق السيادية العالمية. اليوم صندوق الاستثمارات العامة يأتي تقريبا في المرتبة 8 بعد أن كان تقريبا يعني يأتي في المرتبة 31 في العام 2015. أيضا كان من اللافت الحديث عن اقتراب المملكة كسر الأرقام التي تهدف للوصول إليها حتى قبل إتمام المدة المحددة لرؤية 2030. كيف تحقق ذلك بالدرجة الأولى بالنسبة للمملكة؟ نعم، حديث ولي العهد في البداية عندما سمع كان يتحدث عن 4 معطيات. أولا بناء الهياكل أو بنى التحتية التمكينية، الأمر الآخر تأسيس البنى التشريعية، الأمر الثالث وهي السياسات العامة، خلق سياسات عامة، الأمر الرابع هو تنفيذ المبادرات التي حصلت. أيضا تحدث ولي العهد بأن كان يعني تشكيل فريق شغوف متمكن يملك المؤهلات والقدرات هو من سيقود هذه المبادرات. لذلك في أول 3 سنوات من العام 2016 إلى نهاية العام 2018 كان هو عبارة عن تأسيس. أنا أؤكد لك بأن الاقتصاد السعودي كان لديه الممكنات وكان لديه القدرة، ولكن لم يكن هناك المحفزات. كانت
الوزارات عبارة عن جزر متفرقة، لم يكن هناك انتجريشن أو تكامل ما بين الوزارات والهيئات، كل وزارة تعمل في فلك. هذا الأمر حقيقة يعني جعل الاقتصاد السعودي لفترة من الزمن يعني لا يحقق الأهداف المرجوة منه. أتى ولي العهد شكل خارطة اقتصادية وخارطة سياسية وخارطة فكرية، ضمت كل الوزارات بكل معطياتها، سواء وزارات اقتصادية أو وزارات دينية أو وزارات سياسية. هذه الوزارات الآن تعمل ضمن منظومة واحدة لتحقيق أهداف واحدة. لذلك ما يعني كان ويعني ولنكن منصفين، كان هناك بعض الوزارات جاهزة للانطلاق، والمملكة في يعني في العام 2015 كان لديها القدرات المالية ولديها الولينج أو الاستعداد للتحول. هي تريد قائد أن يحرك ما هو كامن داخل هذه الإمكانيات. فأتى ولي العهد حقيقة. لذلك نلاحظ بأن لو قسمنا الرؤية إلى ثلاثة أثلاث، الثلث الأول ينتهي بالعام 2020، الثلث الثاني في بنهاية 2025، الثلث الثالث بنهاية 2030. ما حقق الآن إلى العام 2020 حقيقة هو يتجاوز المستهدفات، في دليل واضح وتأكيد من ولي العهد بأن الأرقام التي نستهدفها في 2030 ستتم عليها مراجعة وستتم أكبر. مثلا صندوق الاستثمارات العامة أن يكون لديه أصول 7 تريليون، الآن تحدث ولي العهد بأنها ستتجاوز 10 تريليون. وزارة الإسكان كان المستهدف 62% بحلول 2030، اليوم نحن نصل إلى 60%. لذلك أنا أتوقع نعم فعلا بأن الأرقام ستتغير بحلول 2030، ربما 2025 بالكثير المستهدفات التي وضعت ل 2030 ستتحقق في هذا التاريخ. كان لافتا أيضا الحديث عن قطاع الصحة، بحسب ولي العهد نعمل على الإنفاق على المستشفيات الحكومية بشكل واسع، ولكن نحول نسبة منها للقطاع الخاص، دمج القطاع الخاص بالقطاع الحكومي. هذا أيضا أمر تركز عليه المملكة منذ مدة وأعلنت عنه، إلى أي مدى سيعود بالنفع على القطاعات عامة؟ نعم، المرحلة القادمة هي مرحلة التنفيذ والإنجاز، وأيضا مرحلة الإنجاز وتمكين المواطن وتمكين القطاع الخاص. منظومة اليوم الوزارات، المملكة اليوم لديها هدف وهو هدف الخصخصة وتخفيف العبء من ميزانية الحكومة من هذه القطاعات. لذلك ولي العهد كان يتحدث عن عن القطاع الصحي، ربما لأن السؤال كان مباشر عن القطاع الصحي، وربما لامست جائحة كورونا هذا القطاع بشكل كبير. المادة 30 و 31 كما أشار ولي العهد من الدستور السعودي بأنها تكفل مجانية التعليم ومجانية الصحة. لذلك أتت التطمينات اليوم بأن كل مواطن، وسيبدأ يعني تحدث عن التأمين أو بوليصة التأمين، بأن من يعمل في القطاع العام سيحظى بتأمين، وأن يكون لديه الخيار في التعالج في العلاج سواء في المستشفيات القطاع العام أو المستشفيات القطاع الخاص. وهذا الأمر يعني بأن للمواطن الخيار، وأن المستشفيات هي من ستثبت قدرتها ويذهب إليها المواطن بهذه التأمين، لأن رواتب هؤلاء الكوادر في هذا القطاع الصحي ستأتي من التأمين، لن تكون عبئة على الدولة. لذلك الآن تحفيز القطاع الخاص وتغيير المنظومة الاقتصادية أو المنظومة الصحية وفق العصا والجزرة، اعمل جيدا، جهز مستشفياتك وفي القطاع العام بشكل جيد، سيأتيك هذا المواطن بالتأمين وستدفع لك شركة التأمين. بخلاف هذا الأمر فإن إيراداتك المالية ستتأثر. لذلك الآن هذا التمكين، وأنا يعني أؤكد لك بأن القطاع الصحي بقيادة وزير الصحة الدكتور الربيع يسير بسرعة كبيرة وفق مستهدفات المملكة 2030، وهذا واحد من الوزارات التي أعتقد بأنها ستحقق المستهدفات قبل العام 2030. إلى أي مدى مرتبط قطاع الصحة دكتور علي بقطاعات أخرى كالتعليم والإسكان وقطاعات أخرى؟ لأي مدى القطاعات مرتبطة ببعضها عندما تنمو في مكان، أو عندما يتم استثمار شيء ما، أو دمج القطاع الخاص بالقطاع الحكومي في قطاع ما يؤثر على غيره من القطاعات؟ القطاع الصحي والقطاع التعليمي هو حقيقة يمس كل شرائح المواطن وكل الشعب. إذا مس كل الشعب ثقي تماما بأنه يمس كل الوزارات. هناك اليوم برامج ضمن رؤية المملكة تتقاطع مع بعضها البعض. وجود قطاع تعليمي أو طلاب يتمتعون بصحة جيدة، هذا يعتمد على القطاع الصحي. وجود مخرجات في التعليم مثلا تتواكب مع التطور في القطاع الصحي وتتواكب مع التحولات الاقتصادية، إذن أن نحتاج إلى قطاع تعليمي يتقاطع مع وزارة مثلا الخارجية، وزارة العدل، وزارة السياحة، كل الوزارات. لذلك هناك تقاطع كبير.
شعب يتمتع بجودة حياة وبقطاع صحي جيد بهيلث أو good health، ثق تماماً بأنه يمس كل جميع الوزارات وكل جميع الهيئات في المملكة. أيضا الحديث عن قطاع السياحة كان لافتا بأنه سيخلق 3 مليون وظيفة حتى 2030، نحو 1 مليون للسعوديين والأخرى المتبقية للأجانب. كان أيضا الحديث عن من يعملون على أرض المملكة منهم ليسوا من السعودية، ليسوا سعوديين، أيضا كان لافتا. إلى أي مدى اليوم مجال السياحة في السعودية هنالك عليه التركيز، وبناء عليه يخلق ليس فقط فرص عمل وإنما أيضا منظور آخر للمملكة من قبل السياح ممن يتوافدون على المملكة، هذا أم لم نعتد عليه من قبل أيضا؟ نعم طبعا القطاع السياحي لديه إمكانيات كثيرة، ولكن هذه الإمكانيات لم تفعل ولم تعطى الفرصة قبل رؤية المملكة 2030. أيضا لدينا القطاع السياحي من يعمل فيه، نحتاج إلى خبرات دولية في هذا القطاع، وأنا أقصد هنا بالخبرات الدولية سواء على مستوى الشركات أو سواء حتى على مستوى الأفراد. لذلك ولي العهد كان عادل، مهم أن تكون قائد وتحدد مكامن القوة لديك ومكامن الضعف. فتحدث ولي العهد بشكل صريح وقال بأن نحتاج إلى خبرات دولية سواء على مستوى الأفراد أو حتى على مستوى الشركات لكي تنهض بالقطاع السياحي. احتكاك الأفراد لدينا سواء من الشركات القطاع الخاص أو من المواطنين بالخبرات الأجنبية سيولد خبرات محلية، وستنعكس مع الوقت بأنه بدل ما يكون عندي ثلث من المواطنين يعملون في القطاع السياحي وثلثين من غير المواطنين، ستنعكس بعد فترة معينة، سيصبح ثلثين من المواطنين وثلث من غير المواطنين. لذلك الأمر الآخر، الاقتصاد السعودي حقيقة يحتمل وجود قطاعات أو غير سعوديين. اليوم نتحدث لدينا بطالة تقريبا لا تتجاوز 1 مليون، ولدينا عدد غير السعوديين نصل إلى 8 مليون. لذلك الاقتصاد السعودي حقيقة يرحب بالجميع، يرحب من يضيف لهذا الاقتصاد من الخبرات، ولكن نحن كنا نعاني في السابق من بعض العمالة التي لا تملك أدنى المؤهلات، مما يعني أنها تقتات على الاقتصاد. هذه نقطة مهمة جدا دكتور شيء. إلى أي مدى أيضا توفير فرص العمل لمن هم يحملون الشهادات، وأيضا توفير فرص عمل حتى لمن ليس لديهم شهادات أكاديمية في مجالات هي بحسب يعني المؤهل العلمي لهم أو بحسب إمكانياتهم، أيضا هذا يشغل يعني الكثير والعديد من الأماكن التي هم بحاجة أن يشغلوها في العديد أيضا من الوظائف السعودية؟ نعم، تحدث ولي العهد بشكل واضح وقال بأن اليوم لدينا 50% من الوظائف الجيدة، ويقصد في الوظائف الجيدة هي تلك الوظائف التي توفر لمن يشغلها الغذاء والدواء والادخار والترفيه والسياحة، و 50% من الوظائف هي وظائف غير جيدة، وهي بأن من يشغل هذه الوظائف هو لديه الحد الأدنى من متطلبات الحياة من الغذاء والدواء وغيرها، وهو تحدث بأن الرواتب في هذا القطاع تتجاوز من يعني ما بين 3000 و7000 ريال. مهمة بعد الوصول حقيقة إلى النسب المطلوبة، وتحدث عنها ولي العهد ربما مستهدفات 2030 بأن نسبة البطالة تصل إلى 7%، لذلك هو يرى ولي العهد بأن هذه النسبة ربما تتحقق قبل العام 2030. عندما نصل إلى نسبة ما بين 7 و4%، سنعمل على تغيير هذه النسبة الوظائف الغير جيدة ونرفعها إلى نسبة الوظائف الجيدة التي تصل 80%. هذا أمر مهم. لذلك اليوم لدينا يعني ولدينا حقيقة الآن الجامعات تعمل بشكل كبير على توفير مخرجات قادرة تتواكم مع الوضع الاقتصادي أو مع سوق العمل بشكل كبير، وهذا دائما حديث وزارة الموارد البشرية وحديث التعليم، وهذه واحدة من حسنات رؤية المملكة 2030، وهو التنسيق المستمر ما بين الوزارات لكي تكون المخرجات متوافقة مع سوق العمل. لذلك أنا أرى بأن نعم سيكون لدينا نحتاج خاصة من الدول النامية أو الدول يعني التي لا يملكون مؤهلات، هناك وظائف حقيقة لدينا ربما تستوجب وجود هؤلاء في السوق السعودي، ولكن ثقي تماما بأن اليوم المستهدفات هو وجود طبقة متعلمة غير سعوديين قادرة على إحداث تغيير ثقافة، إحداث تغيير، وهو جزء يعني يكون عندهم contributions حقيقة في الاقتصاد سواء على مستوى القطاع الخاص أو سواء حتى على مستوى الاحتكاك للمواطنين. دكتور علي سأستأذنك أن تبقى معنا، سنذهب لهذا التقرير وأعود لاستكمال هذه التغطية.
تعول المملكة العربية السعودية على رؤية 2030 بشكل كبير، وهذا الأمر يتضح بتصريحات كبار المسؤولين فيها عن أهمية الرؤية في تطوير البلاد على كافة المستويات. ردود الفعل الدولية المرحبة لم تتوقف منذ انطلاق أو إطلاق رؤية 2030 في المملكة العربية السعودية، وسط إجماع في الآراء على أهمية الرؤية ليس للمملكة فقط وإنما للمنطقة ككل. أطلقت الرياض رؤية 2030 عام 2016، وبعدها أكد وزير الخارجية الأمريكي وقتها ريكس تيلرسون أن هذه الرؤية ستنوع مصادر الدخل وستنمي الاقتصاد السعودي. واشنطن تدعم الرؤية، هكذا أضاف مشيرا إلى أنها ستنعكس على الصعيد العالمي ككل. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أفاد هو الآخر بأهمية الرؤية للمنطقة، وشدد على ضرورة بحث الفرص لمواصلة تطوير التعاون الثنائي مع الرياض ضمن رؤية 2030. بريطانيا لم تخفي نيتها التعاون مع المملكة لتحقيق رؤية ستغير وجه المنطقة على حد قولها، ولأجل ذلك عينت الحكومة السير كين كوستا مبعوثا خاصا لرئيس الوزراء لرؤية المملكة 2030 ولبحث كافة السبل لإنجاحها كما يلزم. ألمانيا وعبر خارجيتها أبدت إعجابها برؤية المملكة 2030 التي ستنقل الاقتصاد السعودي إلى الأمام، وهي فرصة حقيقية لتنويع الاقتصاد السعودي والنهوض به كما قالت. سفارة الصين في المملكة العربية السعودية أكدت أن بكين تنظر إلى رؤية المملكة 2030 بوصفها فرصة للتكامل بين البلدين، وأن مبادرة الحزام والطريق الصينية تتلاقى مع الرؤية في كثير من العناصر والأهداف. موسكو عبرت عن تأييد رؤى وأهداف رؤية 2030، أما كيريل ديمترييف رئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر فلم يخفي إعجابه بها، وقال إن أثارها الإيجابية لن تكون على السعودية وحدها وإنما على منطقة الشرق الأوسط والعالم بأكمله. نملأ الأرض عطفا في شهر العطاء، نتقاسم ما يترك في قلوبهم حلاوة وفي أنفسنا الرضا. نعزز أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ومبادرة تطبيق شير ذا ميل لتبني واحدة من أسمى قضايا العالم، وهي القضاء على الجوع. في بضع خطوات فقط بإمكاننا توفير الطعام للأسر المحرومة من خلال شير ذا ميل. في شهر الجود والكرم نرسم البسامات على الشفاه ونتقاسم الفرح. إيثاركم لوجبة الإفطار يترك أثراً طيباً. الشرق معاً نضع النقاط.